تمديد الحجر أو حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أغشت المقبل. أجيو معنا تشوفوا الأجواء في الشوارع العاصمة الاقتصادية في الويكاند، كيفاش البيضاويين كيستقبلوا نهارهم يوم السبت. نشوفوا طريق السيارة كيفاش دايره الأجواء، واش خاوية ولا عامرة. Thank you.
هو التمديد، تمديد حالة الطوارئ الصحية. الدولة كتشوف أن الحالة الوبائية مازال ما نقصاتش، راه دايرة تمديد الطوارئ الصحية اللي من خلالها الطوارئ الصحية عندها الحق أنها تدير عدة تدابير احترازية. تقدر الدولة تقول لك الحجر الصحي كما قالت لكم ما كما قالت لكم مثلا الشعب المغربي أننا ما نخرجوش، كما قالت مسافة الأمان، كما قالت مثلا الحمامات المرة الأولى يبقوا مسدودين. الدولة من حقها تأخذ أي تدبير من تدابير الاحترازية لصالح المواطن المغربي، وهادشي كلشي كيجي تحت طائلة تمديد حالة الطوارئ الصحية. الطوارئ الصحية ماشي الحجر الصحي بالضرورة، الحجر الصحي قدر دولة من حقها أنها تقول لنا ديروا الحجر الصحي مرة أخرى.